عندهم شويه او من بعد الزمالك شويه بيراميدز. اولا ايه رايك في نادي الزمالك هذا الموسم؟ الزمالك عنده استقرار السنه دي يعني بالاخص يعني عنده صفقات جيده الحقيقه جيده عنده المنظومه اختلفت في حته الحته الماليه اختلفت جاب صفقات بارقام كبيره جدا مظبوط العقود اتغيرت علشان ما يحسش ان هو لعيبته بعيده عن بقيه الانديه اللي بتنافس زي الاهلي وزي بيراميدز ده هو اللي حاطط الزمالك في بالصوره دي وحاطه في المقدمه لكن الدوري السنه دي حلو مش وحش زي ما الناس ما بيتكلموا في منافسه كويسه جدا الثلاث فرق اعتقد مستويات احنا عالية جدا عالية طبعا احنا والزمالك وبيراميدز لا في لعيبه كبيره في بتستمتع بماتشاتهم الموضوع اختلف بامانه يعني طيب مين بيعجبك في الزمالك؟ يعني فريق الزمالك فريق جيد طبعا ولكن مين اللي بيعجبك في الزمالك؟ مين اللي لو انت بتلعب تقلق منه في وجوده في الملعب؟ والله لعيبه كويسه كلهم يا كابتن بس عندهم ساسي لعيب كويس ساسي جدا لعيب رائع الحقيقة لعيب كويس جدا بامانه عندهم اوباما لعيب كويس بتحب انت ساسي واوباما اوباما يعني لما بيتحرك بيعمل شكل كويس للزمالك لكن لما بيقف ما بيتحركش وشايفه مظلوم برضو اوباما لعدم انضمامه للمنتخب وانا هنط منها الحاجه الثانيه طبعا اكيد طبعا يا كابتن بس دي رؤيه فنيه طبعا رؤيه فنيه وتحترم طبعا برجاوي جاب لك على طول ماتش الاهلي والزمالك شفت الماتش